عن احداث المباراه فنيا، هنروح لزميلنا الكريم احمد ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. مبروك وفوز مهم جدا لفريق النادي الاهلي، هم دول لعيبه النادي الاهلي وهي دي الشخصيه وهي دي روح الفانيله الحمراء اللي كنا بنتكلم عليها من مباراه الذهاب. كمان اداء اكتر من رائع ونتيجه مميزه جدا للعيبه النادي الاهلي بالكامل. انا اكيد بقى معايا كابتن سامي قمصان اللي مبارك له، نقول له مبروك يا كابتن سامي، فوز مهم وفوز رائع واشتغلته بشكل كبير جدا على اللعيبه، هي دي الشخصيه وهي دي الروح، اداء مميز جدا، بنحرز هدف واثنين وثلاثه، شغل فني اكتر من رائع يا كابتن سامي. بحييك وبحيي بيتسو موسيماني وبحيي كل الجهاز الفني. الحمد لله طبعا، تحياتي كابتن ايمن، مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي، مبروك لمجلس اداره اللعيبه والجهاز الفني، لكن لسه خطوه الاهم. انت عارف النادي الاهلي دايما ما بيلعبش غير على البطوله، لكن المباراه الحمد لله مهمه جدا، ادينا الحمد لله مباراه كويسه، استعدينا كويس جدا، فصلنا جدا المباراه الاوليه ونتائجها، كان عندنا تصور الحمد لله قدرنا ننفذه ان احنا نسجل هدف بدري هيفرق معانا وهيقلل من معنويات فرقه الوداد، لكن الحمد لله كان عندنا فرصه اكبر وجبنا جون والتاني الحمد لله، والشوط برضه التاني نفس القصه، يعني ما كناش مبسوطين جدا قوي ان احنا يجي فينا جون يعني، لكن الحمد لله ده طبعا كوره وانت بتلعب خصم كبير في وداد بتاريخ كبير ومباراه فرقه من فرق كبيره في افريقيا، يعني اعتقد ان هو حتى لو في الماتشين سجل هدف اعتقد برضه حاجه مش سلبيه يعني، لكن الحمد لله نفصل وعندنا الاهم ان شاء الله، ان شاء الله البطوله ان شاء الله. انا اعتقد يا كابتن سامي الشغل كان بعد المباراه الاولى، بعد المباراه الاولى شفنا محمد هاني بيتفرج على الفيديوهات في الطياره، اللعيبه بتتفرج، اللعيبه تحضر بشكل كبير جدا للمباراه، سر من اسرار النجاح النهارده هو التحضير لمباراه العوده، لان مباراه العوده اهم واصعب من مباراه الذهاب يا كابتن. دي من الحاجات برضو الايجابيه اللي الراجل بدا يعملها، كل لعيبه تتفرج على الماتشات، كل لعيبه تشوف الاخطاء والحاجات الايجابيه اللي عملها، بنيجي محاضرات كتيره، اعداد نفسي مهم جدا للمباراه، اعتقد طبعا زي ما انت قلت الاعداد كان من بعد المباراه وده كان مهم جدا، حتى كلام كابتن معانا بعد المباراه اللي احنا نفصل اللي احنا لسه ما تاهلناش كان برضو عامل ايجابي بالنسبه لنا، فاعتقد الحمد لله اللي احنا عملنا مباراه كبيره وادينا يعني على اكمل وجه المباراتين يعني، لكن زي ما قلت لك الاهم اللي دايما النادي الاهلي بيلعب عليه المباراه النهائيه ان شاء الله. نقطتين مهمين جدا وهي الاولى، يمكن ربنا كافئ بعض اللعيبه على راسهم النهارده، حسين الشحات يعني هدف رائع وبين اخلاصه وبين اداؤه بشكل كبير جدا، وكمان النهارده القراءه الفنيه للشناوي، يعني الناس اتكلمت ان الشناوي طالع مصاب، لا على ما اعتقد دي تغييره فنيه بحته، لان عايز اطمن عليه لطفي وفي نفس الوقت اريح الشناوي. زي ما انت قلت يا حسين من الناس اللي بتقدم اداء كويس جدا، كان جاي من فتره كبيره من الاصابه، كان عامل عمليه، لكن الحمد لله ماتشات الدوري ساعدتنا برضو اللي احنا نجهزه، النهارده الحمد لله بيأدي اداء كويس ومسجل هدف ممتاز واداء دفاعي وهجومي على اعلى مستوى يعني. بالنسبه للشناوي زي ما انت قلت كان يعني هو الراجل فضل اللي هو يريح الشناوي، خصوصا النتيجه الحمد لله كنا طمننا عليها، وعلي برضو كان بيشارك الماتشات اللي قبل كده، مهم جدا ان انت تدي منافسه للعيبه وتدي كل واحد امل اللي هو يلعب، برضو نفس القصه تغيير وليد من اللعيبه المهمه جدا بالنسبه لنا وبالنسبه للراجل، لعيب مؤثر جدا وانت عارف وليد بيفرق جدا في النهائيات، حمدي طبعا من اللعيبه الاساسيه اللي موجوده نفس القصه، الشحات نفس القصه لما نزل برضو، يعني انت بتدي حلول عشان ان شاء الله برضو الماتشات الجايه يبقى فيه منافسه اقوى وتقدر ان شاء الله تقدر تستعد كويس للمباراه اللي جايه الحمد لله. المباراه اللي جايه بقى خلاص، يمكن النادي الاهلي وضع قدم في مباراه النهائي، جمهور النادي الاهلي كان بيحفز وبيدعم وبيساعد الفتره اللي فاتت، لو في رساله من الكابتن سامي قمصان لكل جمهور النادي الاهلي اللي منتظر ان شاء الله المباراه النهائيه، وباذن الله النادي الاهلي يتوج بالبطوله التاسعه باذن الله. ولسه الدعم منتظرين دعم من جمهور النادي الاهلي اللي هو ده الاساس اللي النادي معمول عشانه، عشان ارضاء جمهور النادي الاهلي كل المنظومه بتعمل عشان كده، محتاجينكم تبقوا واقفين في ظهرنا وفي ظهر اللعيبه وظهر الجهاز وظهر مجلس اداره، ما تسمعوش لكلام اي حد بره، ان شاء الله احنا بنقاتل لاخر نفس عشان البطوله، يعني عارفين قد ايه البطوله دي مهمه ليكم ومهمه لينا، ان شاء الله نقاتل واحنا اعتقد ان شاء الله يبقى عندنا فرصه اكبر ان شاء الله. شكرا.